المداخلة الثانية، نمر للمداخلة الثانية وهي رواية بريد الليل للكاتبة اللبنانية هدى بركات الحائزة على جائزة البوكر العربية. وأعطي الكلمة للأستاذة لبنى المجيدي فلتتفضل. مشكورة. صباح الخير. صباح الكرامة. صباح الإبداع. صباح الهدوء بجميع الفنون. فأرحب بالكاتبة سلمى مختار خيمنة. سعيدة جدا بلقائك وأتمنى أن تتبعكم قراءتي إلى الغوص في رسائل هدى بركات من خلال بريد الليل. في البداية لابد أن نعرف بالكاتبة هدى بركات باعتبارها كاتبة لبنانية من مواليد 1952، ثم هاجرت إلى فرنسا بالضبط إلى باريس في 1983، وهناك عاشت حياتها إلى يومنا هذا. هي كاتبة تقف عند المرأة، لها مجموعة من الإصدارات من جملتها حجر الضحك في 1990، وأهل الهوى، وحارة المياه، وغيرها من الأعمال المترجمة ومن المسرحيات والمجموعات القصصية. كما ذكرت لنا فاطمة، حازت رواية بريد الليل على جائزة بوكر سنة 2019. إن القارئ حينما يمسك بهذه الرواية بين يديه يقف كثيرا عند العنوان بريد الليل، البريد والليل، فيتساءل هل هناك بريد يشتغل ليلا؟ طبعا لا. فمن خلال هذا العنوان نقف عند مجموعة من المحكيات المترابطة حول شخصيات، خمس شخصيات من البلاد العربية. هذه الشخصيات تعاني من الخوف والرهبة والبؤس، وتتشبث بمبدأ البوك والاعتراف كخلاص روحي داخل مجتمعات قاسية لا ترحم مواطنيها. فأيضا الكاتبة نستطيع أن نقول أنها هربت من لبنان إلى فرنسا بحثا عن الأمن والاستقرار. إلى حد ما هي تشاركنا مشاعرها الحقيقية، وتتحدث عن المنفيين والمهجرين قسرا من ديارهم لسبب أو لآخر، فتقف عند تداعيات الحرب الملعونة التي تخرج الإنسان من موطنه إلى مواطن أخرى. ولكنها في هذه الرواية تموج بنا وتفر بنا إلى أسباب أخرى كانت وراء هذا الهروب، من بينه الحب. سوف نقف عند هذه القيمة. هذه المجموعة فرت من مواطنها التي تؤمن بالبنيات التقليدية الغير مجدية، ووجدت أنها جماعة مرفوضة غير معترف بها ولا حتى مرغوب في رؤيتها. فقرر كل واحد منهم أن يكتب رسالة. هذه الرسالة غير معنونة، ووضعها في مكان. تلك الأمكنة كانت نقطة التلاقي داخل الرواية من شخصية إلى أخرى. فهؤلاء الأشخاص لا يعرفون بعضهم البعض، ولم يسبق لهم اللقاء من قبل، ولكن هناك مصير مشترك يربط بينهم، والإحساس بالتهميش، والإحساس بالرفض، والإحساس بالترك. حتى أهاليهم غير راغبين فيهم، فعن أي وطن يتحدثون؟ هجرة داخل هجرة، نفي داخل نفي نفسي أعمق. فلم يصلوا إلى مكان محدد، لا أحد ينتظرهم ولا أحد يرغب في رؤيتهم. فعاشوا التيه بكل معانيه، وعاشوا الخوف والوحدة، ومرة أخرى التقوا في المطار. المطار كفضاء دال على لا مكان، مطار يجمع كل المغتربين، يجمع كل الجنسيات. فإشارة أو ذكر فضاء المطار يكون لدينا وعيا نفسيا بالغربة وبالتشظي، كما قال الفيلسوف الفرنسي غاستون باشلار في كتابه جماليات المكان. وهذا المكان بطبعه ترك أو سيترك بكل تأكيد في نفوس كل المتلقين رغبة في إعادة إنتاج صور عن ذلك المكان وتلك الأمكنة التي كانت سبباً وراء هروب هذه الشخصيات. فقد وقفت الروائية كثيراً عند المطار للتأكيد على حالة الغرباء كما قلت، ولتقريب القارئ بالوصف الذي يرسم صورة بصرية تجعل إدراك المتلقي
أكثر عمقاً لاختراق الشخصيات وتشريح ذواتها في سرد حرص على تنوع أشكاله وطرائق سرده، فاتخذ من الرسائل وسيلة لاستبطان دواخل الذوات المسكوت عنها. فالحب مثلاً كان منطلقاً في الرواية، والحب كقيمة من القيم الثانية، لكنه في الرواية سوف يتخذ أنواع أخرى. فمثلاً البطل الذي قذفته أمه في وسيلة نقل ولم تلتفت إليه، كانت حيواناتها أكثر قرباً منها من ابنها، فتربى لديه حقداً دفيناً تجاه هذا الأم. طبعاً هنا الكاتبة أشارت إلى طبيعة أخرى في علاقة الفرد بأمه، لقد تربينا على حب الأم، على الوفاء الأم، على الأم هي كل شيء في الوجود، ولكن هنا بركات أشارت إلى نقطة قد يستشعرها الكثير من الناس وهي موجودة بكل تأكيد. هذه الأم ألقت بابنها ولم تهتم لأمله ولا لخوفه ولا لشعوره، فقط عادت إلى أغنامها وإلى حيواناتها، وكانت تشعر بآلام حيواناتها عند الوضع عند الولادة، فتحول هذا الحب إلى إحساس بالكره، كره دفين عبر عنه حتى بعد موتها من خلال رسالة غير موقعة ولا مسمات ولا عليها عنوان محدد تذهب إليه. أيضا حب الفتاة لأسرتها، الأم مرة أخرى دفعت بابنتها إلى الزواج من رجل كبير سن وأجبرتها على هذا الزواج، زواج طبعا فاشل بكل المقاييس. وهنا وقفت هدى بركات عند نقطة مهمة وهي زواج القاصرات، لابد أن نحفظ بناتنا. فكان نتيجة هذا الزواج طبعا أن تفر هذه البطلة وهي تحمل معها طفلة، استمرارية البؤس واستمرارية الألم والتشظي مرة أخرى عند الأنثى في مجتمع تقليدي لا يعترف بكيانها ولا بوجودها. فاستطاعت هذه المرأة أن تفر وانغمست في عالم لم تكن ترغب فيه كي تضمن قوت الأم والفتاة التي تركتها عندها، لتتفاجأ في النهاية بأن هذه الأم مرة أخرى باعت الحفيدة لزوج قاب قوسين لا يمكننا أن نسميه رجل بل هو أنثى يعيش في مجتمع فاسد، ومرة أخرى الحفيدة أيضا تعيش نفس مشوار الأم ولكن بصورة أبشع مما عاشته الأم. إذا هنا الحب مرة أخرى لم يتخذ صورة الحب، الأم باعت الإبنة وباعت الحفيدة. حب آخر، تلك المرأة الأجنبية التي أكرمت ضيافة البطل الأول، وهنا أشارة مهمة لابد أن أقف عندها. الكاتبة لم تسمي شخصياتها، طبعا حينما نعلم أسماء الشخصيات فتكون لدينا قابلية لمتابعة الرواية بشكل أريح. نحن الآن في كل مرة نقف عن أي شخص تتحدث لتؤكد قوة الشخصية من خلال أفعالها، وليس بحاجة إلى الاسم لأنه في الأصل هو منبوت ومتروك ولا وجود له، فلا حاجة لأن يكون لديه اسم. فالمرأة الأجنبية أكرمت ضيافة هذا الرجل وأحسنت إليه وأهدته نفسها ومالها واستقرار والمال، ولكنه كفأها بقتل بدم بارد. هنا أيضا مرة أخرى الحب يكون مصيره القتل وهكذا. كل القيم التي تشبعنا بها تعكسها هدى بركات بصورة أخرى غير ما ألفناه من خلال الروايات والأعمال الأدبية التي سبق وقرأنا من خلال كل إنتاج. ما يلفت انتباه القارئ أيضا علاقة كما قلت سابقا علاقة الهامش المقصي من دائرة الاهتمام والمنبوذ في عرف الأخلاق والمقموع في مؤسسة المجتمع، هي ذوات هذه الذوات إن كانت تفرض نفسها تعيش دائما في صراع نفسي ومادي، ذوات ترفض أن تعيش حرية مقيدة ولكنها تجد نفسها ملزمة على أن تعيش هذا الواقع وإن كان لا يتماشى مع رغبتها ومع احتياجاتها. وبذلك استطاعت الكاتبة هدى بركات إخراج أو استطاع السرد هدى بركات إخراج أفعال المذمومة، وذلك لكي يرتبط بالترويح للنفس متجاوزا سلطة العقل.
فالحكيم هنا في هذه الرواية لا يقدم معرفة ولا يقدم أي فائدة بقدر ما يكشف عن خواء عاطفي يشعر به جماعة من الناس ترى أنها غير مرغوب فيها. وقد كما قلت سابقا حرصت الرواية على عدم تسمية الشخصيات لتعميق قيمة هذه الشخصيات ولتعميق تيهها أيضا. فكما ورد على لسان أمير تاج سر، القراء دائما ما ينتبهون إلى التفاصيل الصغيرة والكبيرة في النصوص التي يقرؤونها، وجرت العادة أن تكون دائما أسماء الشخصيات مطابقة لها. لا نجد أبدا اسم عادل على شخصية غير عادلة، أو مثلا اسم سامي على شخص غير سامي، ولكن طبعا لما يكسبه الاسم من قوة لصاحبه، ولكن هنا بركات هنا كانت تتعمد إخفاء هذه الأسماء حتى تجعل القارئ يضيع وسط متاهة القراءة وتشد انتباهه في مع كل فصل. إن هذه الرسائل إن تمعنا فيها نجد أنها بمثابة مذكرات، مذكرات مختصرة مصغرة داخل الرواية، مذكرات تعالج تداعيات الحرب، تعالج الغربة، تعالج القيم الإنسانية في صورتها الأخرى التي لم نتعود عليها من خلال الأدب، وكأن المهاجرة يعيش في ظلمة لا تتبدد، وكأن المهاجر لا شيء يستطيع أن يخرجه من إحساس بالهجرة، من الإحساس بالفراغ، من الإحساس بالظلم، بالوحدة، بالغربة، إلى أن يموت أو إلى أن يلقى بها أجله. طبعا ما أريد الإشارة إليه هو أن الكاتبة هدى بركات لم تفرط في المقتضيات الجمالية السردية التي تجعل النص يخاطب الوجدان ويخاطب الفكرة من منظور إنساني. شكرا جزيلا أستاذ مجدي على هذه القراءة الماتعة وتحليلك الدقيق للشخصيات. غصت بنا كما كاتبة هدى بركات في عمق الذات البشرية، ونشكرك على هذا العمل الجميل حول الرواية التي تعددت كما قلت تيماتها بين الحرب والتيه والحب والهجرة، وكذلك تيمات أخرى تحيلنا خاصة ما يتعلق بزواج الخاسرات، ونحن في نحتفل بحق المرأة، فاختيارك كان موفقا. شكرا جزيلا.